السلام عليكم، أنا ميلودي. يا رب الجميع يكون بخير. مثل ما موضح بعنوان الفيديو، اليوم راح نتكلم عن كيف تحصل 800 جوهرة مجانية، وكذلك راح نتكلم عن البطاقات اللي راح تيجي غدا الخاصة بسكين ليزلي الجديد لستار السنوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو نقول ألف مبروك للفائز بعجلة الحظ. إذا تحب تشارك بعجلة الحظ، كل اللي عليك تسوي تشترك بالقناة وتحط لايك للفيديو وتعلق أي تعليق، وراح يتم اختيار تعليق عشوائي من التعليقات. وكذلك اكو جيف اوي على حسابي بالانستغرام، راح اترك لكم رابط حسابي بالوصف وراح تشوفون هذا هو الجيف اوي. ان شاء الله غدا نسحب على سكنين ايبك وسبيشال، والجيف اوي بمناسبه فوز المنتخب السعودي والياباني. وهسه خلونا نشرح الحدث. الحدث ببساطه كل المطلوب من عندك انه انت تلعب جيم ببرونو وتجيب لقطات حلوه وكلات حلوه، وبعدها تمنتج الفيديو وتحط عليه اغنيه وترسله للديسكورد. افضل 10 فيديوهات راح كل واحد يحصل على 800 جوهره. طبعا بالاونه الاخيره نشرت احداث، كل اللي عليك تسوي انه انت بس تعلق وتحصل جواهر، او بس تتفاعل وتحصل جواهر، بس طريقه اختيار الفائزين عشوائيه، فاكو لاعبين اعترضوا. فهذا الحدث يسمح لك انه انت تبرز مهاراتك من خلال انك تلعب برونو وتجيب اعلى عدد قتلات بالجيم وتقدم الفيديو مالك. وبهاي الطريقه الاختيار ما راح يكون عشوائي، الاختيار راح يكون للافضل. وهسه خلونا نبلش نشرح حدث ليزلي. ومثل ما تشوفون هاي واجهه الحدث امامكم. طبعا الحدث بسكنات جدا حلوه، بكذلك سكنات كولكتر وبسكنات ليميتد وبسكنات ابيك عاديه، وكذلك الحدث بالوان السكنات، يعني مظاهر اللي كانت تنزل مع الستار لايت الشهري. وكذلك راح تشوف انه حتى الاحجار اللي ممكن تحصلها بالشهر مره واحده راح تقدر تاخذ حجرين من هذا الحدث. بالاضافه انه انت راح تقدر تحصل سكين ليزلي ب 400 نقطه من هاي نقاط السحب. وللصراحه مونتون جدا ابدعت بهذا السكين، ويعتبر اجمل سكين لليزلي حتى الان. كذلك يوم غدا اللي هو يوم السبت راح تنزل مهام الشحن اللي من خلالها تشحن ب 5 دولار وتحصل سحبات مجانية لهذا الحدث. السحبات تقريبا راح تكون بين ال 56 و 58 سحبة، تحصلها من خلال شحن 250 جوهرة وصرف 500 جوهرة. طبعا المتوسط اللي راح يكلفك اياه السكن راح يكلفك من 3000 الى 4000 جوهرة. طبعا وانا عندي اصدقاء محظوظين اصلا حصلوا السكن من اول 10 لفات بالعجلة. فاللي يريد يحصل السكن انصحه انه يشحن الشحن اللي راح يجي غدا، لان راح يوفر عليه اكثر من 1500 جوهره. وممكن اذا كنت من المحظوظين يطلع لك سكن كولكتر، او حتى ممكن يطلع لك سكن ليزلي، عدا الريكول الموجود وعدا بقيه الشغلات والهدايا اللي موجوده من سكنات ايبك وكولكتر واشياء حلوه كذلك. وكذلك راح تقدر حتى تحصل على لون بمجرد انه انت تشحن هذا الشحن، فراح تقدر تحصل على نقاط اي لون تريده، ممكن لونين او ثلاث الوان من الوان السكنات الموجوده. هذا كل شيء كان اليوم ويانا بهذا الفيديو، يا رب استفاديتوا. في امان الله.